فأيضا القرار أرجع مرة ثانية أقول لك أنه ربما يعني القائمين على تنظيم هذا المحفل الهام والكبير والمميز للمملكة قادرين على اتخاذ مثل هذا التوسع، بالضبط مثل ما اتخذوا في هذا العام بناء على توجيه خادم الحرمين في أنه يستعان ببعض الجامعات من مختلف مناطق المملكة. أنا بس حاب قبل ما يعني جزاك الله خير تنهين اللقاء معنا معك بالتحديد لأنك رئيس اللجنة، وبعد ذلك نكمل مع الأساتذة. إذن دكتور حسام العنقري، قبل أن تتركنا لتكمل عملك داخل هذا الملتقى، فأنت ترأس أعتقد الجلسة القادمة، ما هي كلمتك في النهاية؟ حاب أني أتقدم بالشكر لصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي على تشريفه ما في شك لحفل الندوة، لحفل افتتاح الندوة وقصه لشريط المعرض، وأيضا لإشرافه ومتابعته معنا حقيقة يوم بيوم من بداية بدأنا للأعمال التنظيمية، وأيضا الشكر لإدارة العلاقات العامة في الحرس الوطني، وأخص بالذكر سعادة اللواء سليمان الشهيب مدير العلاقات العامة في الحرس الوطني بالقطاع الغربي، لأنه حقيقة قدموا لنا كل الاحتياجات الحمد لله، وكانوا معانا خطوة بخطوة. أيضا الأخوان في الحرس الوطني في اللجنة المنظمة بالرياض، وأخص بالذكر سعادة الأستاذ حسن الخليل، كان من بداية الأمر معانا وشارك معانا في اللجنة العليا الإشرافية على الندوة. شكر طبعا ما في شك يعني معالي مدير الجامعة اللي قدم لنا كل شيء كعادته، وكان حقيقة معانا خطوة بخطوة ويوم بيوم توجيهاته في تأليف الكتاب وفي إقامة المعرض وفي وضع كافة الإمكانيات اللي موجودة في الجامعة لخدمة هذا الحدث الهام. أيضا سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على هذا الحدث أستاذ الدكتور عدنان بن حمزة زاهد، أيضا نتقدم له بالشكر. يعني أسماء كثيرة مشاركة معكم صراحة، أبناء وبنات كلية الاقتصاد والإدارة من أكاديميين وإداريين وطلاب، والحقيقة جهود الإخوان في الكلية وإصرارهم على إظهار الكتاب بالشكل اللي ظهر عليه ووضعه بمعرض متكامل، وكان جزاهم الله خير الدكتور سليمان والدكتور أيمن قبل ما ندخل معاك هذا اللقاء كانوا يقترحون أن ينقل هذا المعرض للكلية ليستمر مدة طويلة. ممتاز. نعم المعرض احنا كثير فخورين فيه،
وأنا الحقيقة أيدتهم على 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 هذا التوجه الجميل. هذه فكرتكم يعني ممتازة. ما في شك، وهي نابعة من سعادتهم بجمال المعرض وبمحتوى المعرض. المعرض هو عن كتاب واحد، كتاب أعدته الكلية باللغتين العربية والإنجليزية. موضوع الكتاب هو موضوع سهل صعب في نفس الوقت، هو عن خادم الحرمين. من الصعب حصر إنجازاته، صحيح، وما زالت الإنجازات، ولكن من السهل الحصول عليها لأنها واضحة وضوح الشمس، صحيح. وأيضا بفضل الله كوادر الكلية سواء في قسم العلوم السياسية أو في مختلف الأقسام، وللحقيقة الجميع تسابق وصنفت هذه الإنجازات والحقائق. فأرجع لكلامك، نعم هو لترسيخ بعض الحقائق ولإبرازها ولإظهارها، لأنه هذا المعرض هو فخر لكل مواطن سعودي أو مواطنة سعودية أو لكل عربي حتى، كل عربي ومسلم. وطبعا أنا يعني تقدمت بالشكر للجميع وأشكرك أنت ولفريق العمل اللي معاك على حضوركم وحرصكم على مشاركتنا. هذا واجب الإعلام بدون شك. دكتور سليمان آل الشيخ، طبعا اقتراحكم جميل كما ذكر الدكتور حسام، أنت والدكتور أيمن، بأن ينتقل هذا المعرض من هذا الملتقى في هذه قاعة المؤتمرات إلى الجامعة ليشاهد هذا المعرض كل طلاب وطالبات الجامعة. هذه فكرة جيدة، لكن هذا الكتاب هل ستكون هناك نسخ يعني توزع أيضا على الجمهور داخل الجامعة أو الزائرين؟ هو في الحقيقة الزائر للمعرض بعد أن يقوم بزيارة المعرض وعند خروجه تقدم له نسخة من الكتاب. جميل. ونسخة من الفيلم الوثائقي، يعني ما شاء الله كل يعني شيء أعددتموه بطريقة سليمة ويعني لم تتركوا أي ثغرة. نعم الحمد لله، يعني فهو معرض متكامل. يعني احنا حببنا أنه الإنسان يكون عنده كتاب موثق رآه بالصور في المعرض، وأيضا موجود عنده على نسخة وثائقية. نعم. كشريط فيديو، بحيث أنه أيضا ممكن أنه يستمع إليه وينظر له. تحب أن تضيف شيئا دكتور أيمن حول هذا الموضوع، نقل المعرض ومشاركة الطلاب في وأيضا الزائرين من خارج الجامعة؟ والله بس الذكر لأصحابه، لأنه صاحب فكرة نقل المعرض هو الدكتور سليمان. لكن ما يميز عملنا في الكلية أنه عملنا جماعية. يعني هي فكرة روح الفريق. بالضبط، روح الفريق الواحد، وهذه فعلا تتجسد في داخل الكلية. هذا يعني الذي يؤدي إلى نجاح العمل، وحتى الإيثار بيننا كبير جدا. أحسنتم. وبالتالي يمكن هذا هو أسرار النجاح، والإيثار في حب الوطن هو أجمل إيثار. نعم. فنحن يعني لما نعمل عمل فهو عمل مميز. زي ما تفضل سعادة الدكتور سليمان، هي فكرة المعرض كلها قائمة على كتاب. هذا الكتاب الجامعة كله تفتخر بأنها تقدمه للمواطن. أكيد من المواطنين ما هم عارفين مسيرة مولاي خادم الحرمين الشريفين، لكنهم في الأخير حاطين الإنجازات. هذه الإنجازات وضعت بموضوعية ما فيها عاطفة، وإنما اللغة اللي طرحت فيها هي لغة علمية. فلذلك وجدنا إنه المحتوى العاطفي وأوجدناه على الجانب. إحنا جميعنا نحب الوطن، نحب يعني قياداتنا، لكن في الأخير لما نجي في الجامعات الموضوعية هي اللي بتحكمنا أكثر. فحينما جردنا المواضيع ووضعنا الإنجازات بموضوعية، وجدنا أنه ما كتب هو قليل، يعني قيض من فيض، يعني ممكن يكتب أكثر، يعني قطرة في بحر. بالضبط، أكثر من ذلك. فلذلك وجدنا أنه هذه العملية ترسيخها يجب أنها تخرج بكذا زاوية. الكتاب هذه زاوية من الزوايا، لكن من جمال الموضوع ومن جمال الوضع ومن جمال المنتجات وجدنا أنه مفيد أن تكون كمعرض، معرض متحدث عن نفسه. أخونا الدكتور سليمان كان لي يعني سهر الليل والنهار في سبيل إنجاز المعرض بطريقة جدا يعني جميلة. له بصمة، وبصمة سعادته واضحة. على كل حال أنتم جميعا لكم بصمة داخل هذا الملتقى الرائد صراحة. وكما نعلم دائما، أعتقد الدكتور سليمان له تعليق. نعم، إذا أذنتي لي الله يعطيك العافية. هو حقيقة فكرة نقل المعرض إلى القاعات الأكاديمية، المباني الأكاديمية بالقرب من القاعات الدراسية، هي ظهرت من حديث بعض الزملاء أعضاء التدريس عندما زاروا المعرض وبدوا إعجابهم وتمنوا أن تكون هنالك فرصة لطلبتنا أن يأخذ عضو هيئة التدريس طلابه من المحاضرة
ويأخذهم إلى المعرض ليزورهم المعرض.